أناب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة لحضور الحفل الغنائي بعنوان قلوب تصافت وشعب حمد بتنظيم من هيئة البحرين للثقافة والآثار في مسرح البحرين الوطني بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين والمدعوين. ولدى وصول سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة عزف السلام الوطني. ثم توجه سموه إلى قاعة مسرح البحرين الوطني حيث بدأ الحفل الذي يقام بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية. وفي بداية الحفل ألقت معالي الشيخة ميمة محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار كلمة أعربت خلالها عن بالغ الشكر والامتنان لجلالة الملك المفدى لرعاية جلالته لهذا الحفل، كما توجهت معاليها بالشكر إلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة منوهة باهتمام سموه لكل ما من شأنه الارتقاء بالمنجزات الحضارية والثقافية لمملكة البحرين. وقالت معاليها إن هذا الصرح الثقافي الذي شيد بدعم من جلالة الملك المفدى يشهد على حفل نسرد فيه سيرة مملكة البحرين منذ حضارة دلمون وحتى العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى. ما زال جلجامش في البحار جرح أغنية، ونبتة الخلود لا تزال في القلوب هاجسا وأمنية. في دلمون الغراب لا ينعق والشمس لا تغيب والديوك لا تصيح يا غالي، العجوز لا تندب عجزها والشيخ لا يبكي صباه يا حبيبتي، ولا ينوح منشد إذا تغنى في حماك. واشتمل الحفل على عدد من الأغاني الوطنية وعروض تمثل أسمى تعابير الحب لمملكة البحرين وأصالتها وما تمثله من وحدة وترابط بين أبنائها والمقيمين على أرضها. ويؤكد الحفل على ما تتمتع به المملكة من مكانة حضارية وثقافية. وفي ختام الحفل قام سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة بالسلام على الفنانين المشاركين في الحفل والمنظمين وعدد من ضيوف مملكة البحرين المدعوين للحفل.